بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد إخواني الكرام، لازم نهضروا تدريجيا، وأهم حاجة في الشون هي لا صورتي. وبزاف من المبتدئين اللي باغيين يتعلموا التغريد ما يعرفوش لا صورتي، هما عارفين لا صورتي تيواطي بصح ما يعرفوش لا صورتي الخرجة شحال من مانيال فيها. ولا صورتي هي الصح، هي عماد الشون، لذا لازم كل واحد يعرف هذه لا صورتي اشتاهي وشحال فيها من نوع. سلام الله، راكم لاباس؟ الله يسلمك خويا. هذا لا يعني انه مقنين بالله لا صورتي ما يسواش، لا كاين شي مقالين الله يبارك ما عندهمش لا صورتي وما عندهمش لا تيبات باتي وما عندهمش السرباتي، ما عندهمش كاع لا صورتي وما شاء الله يترباو وما شاء الله يبنجوا وعندهم قيمه. صح، ممكن عندهم تكون عندهم قيمه اكثر من مقنين اللي عندهم لا صورتي. على كل حال ماشي كاع، وهذا مش معيار. على كل حال مفهوم لا صورتي، وهي ثلاث انواع، هي ثلاث انواع. الاولى لا تبات باتي والسرفاتي ولا تيواطي، وهي اللي سموها بكري البربرتيو لي زالجيروا تاعنا لي كونيسير تاع بكري. فيما يخص لا تبات باتي كيما تاع واد الرمان، الله يبارك، كلاس لي كونيسير بكري، وهي المخيره برسك، هي المخيره اقول، هذاك هو المعيار الثقيل اللي الناس تنوطي عليه. مثلا واحد كيطيح عنده مقنين شباب يقول لك يسي في لا تبات باتي، يقول لك كيما تاع واد الرمان. واما السرفاتي تاع ابو زريعه الله يبارك، سموها لا باسات سرفاتي، وسموها لا باسات سرفاتي على جال الكالوبي تاعها، وهو البريون براتي اللي بزاف ناس حاسبين البريون براتي حلو داخله، وانما البريون براتي هو سيتان كالوبي يدير به السرفاتي. وهذاك هذيك المنطقه، منطقه المقارنه تاع سموهم تاع تيتفرايس، كان سيتان بونيمو يدير تيتفرايس، هذا النوايو هو اللي عنده لا باسات سيرفاتي، يدير شغل هكاك بريون براتي بريون براتي بريون براتي بريون براتي سيرفاتي، هذه هي لا باسات سيرفاتي. ماشي كاين ناس بالك يقول لك لا الباسات، يقول لك هذه الباسات تخدم بلجي، كاين شي دي صورتي يعيطوا لهم لي باسات، مثلا كيما لا باسات كالوز. كاين واحد الانسان على كل حال سقسيتو على لا باسات كالوز، بزاف ناس حاطين رواهم باللي دي كونيسير دي شيوخه. سقسيتو قلتو يا اخي معليش تشرح لي لا باسات كالوز، عباك واش قال لي؟ قال لي سموها لا جر اللوز، سي بون انا مخي حبس خلاص ما عرفتش نهدر. لا علينا، اما المانيا الثالث وهي اللي بلا بريبارت الناس يبغوها، لاتي واطي البربرتي، هي لاتي واطي خويا، ما من رفد لا فراب تاع تيواواطي تكون ما شاء الله عندها شارم شباب خير من السرفاتي وخير من لاتبات باتي. وبزاف ناس يعتقدوا باللي السرفاتي هي المخيره باسكو الناس تحلم بها بزاف. على كل هذه امثله فقط. لاتيواواطي كاين بزاف، كاين بزاف لي تيواواطي في التيواواطي برك، هذه الخرجه برك، هذه الخرجه فيها بزاف لي تيواواطي. مثلا التيواواطي وطا، كاين حاسبين التيواواطي وطا هي خرجه وداخرة، لا هي مانية تاع تيواطي. تيواطي كاين بزاف، كاين مام واحد لافراب يقولها على قالوس، هذه لافراب بركة يقولها على قالوس. وكاين الله يبارك، كاين ما شاء الله، كاين وين حتى كاين بالك واحد تيواطي انا ما صراحة ما نعرفهمش، نسمع بهم هكا بصح ما نعرفهمش، ما تلاقيتش بهم. الله غالب كانوا في مقام بكري انقرضوا، حضروا لهم ليكون يسر الله يبارك ونطاوهم. المهم، وكاين بما هضره الشيء اري الدور، يقول لك بحال مقنين ما فيش لاتبات باتي وما فيش لاتي واطي. لا يا خويا راك غلط، ممكن تسيب مقنين ماشي مستحيل تسيب في ثلاثه، تسيب لاتبات باتي والسرفاتي ولاتي واطي، مع انه على بالي بلي نهضر على السيكتور تاعنا شلفه ما كاش فيها السرفاتي صراحه. كان بكري واحد نوايو، كان بكري سمعته خطره خلوي تاع زبوجه الله يبارك، تاع منطقه سموها حملين ما شاء الله، كان فيها فيو شباب ما رقلتو بالآن بالصحة الله يبارك، هذاك هو لوسال المقنين اللي يصد فيه السرفاتي. أما المقنين الأخرين كاع عندهم خدمة عادي، كاع ماهيش سرفاتي، الناس يحسبوها سرفاتي بصح ماهيش سرفاتي، هي سيتان كلوش
ومن بعد نحضروا على كل حال. قلت لك ما كاش مستحيل وين تسمقني في لاطبات باتي وفي لا سورتي، باسكو ممكن يكون جاني يزيد في سيكتور فيه زوج ليفيو، واحد عنده لاطي واطي وواحد عنده لاطبات باتي، ممكن يرفدهم للزوج عادي على حساب الكاركتر تاعو. وهذا طير قادر ممكن مقنين يكون في الشتاء في الربيع في بلاصه عنده لاطي واطي ويروح لبلاصه تاع العام يرفد لاطبات باتي وعادي نورمال. نرجعوا لي سورتي، كاين بزاف ناس سيرفاتي راني نشوف فيهم يطلق تسجيلات وهم قانن ويقول لك السيرفاتي، اسمع السيرفاتي ام حتى في تسجيلات تاع المغرب، باسكو هي حلم الكثير من المربين والناس راهي تهذي ما فرقتش ما بين السيرفاتي والكلوشات بالفاتي تاع المروك. عباك بلي الناس بزاف دايرين السيرفاتي يا ودي، عباك بلي وقيله 80% من الناس اللي راهي تبغي تسمي الشون وتتعلم الشون حاسبين الشون تاع المروك فيه السيرفاتي. يا ودي راكم غالطين، اسمع 100% وتسقسوا الناس بكري اللي صح يعرفوا الشون، تسمى تجي هذيك تقولوا السيرفاتي عباك بلي يضحك عليك، والله غير يضحك عليك. حنا عندنا واد سيتر مثلا، عندنا واد سيتر في شلفت الهرنفه، هذه جبالك كاين بزاف يعرفوا الهرنفه، اسمع عندهم كلوشات بالفاتي والله غير تقول السيرفاتي، بصح ماهيش سيرفاتي. وراي عندي التسجيله ومن بعد باذن الله ان شاء الله بربي باذن الله نطلق ان شاء الله وتسمعوها. لا علينا. وكاين ليسونسيال تبقى بوجريعه بلاد السيرفاتي بلا منازعه، ما كاش اللي يقول لك كاين خمر تاع بوجريعه. بون، وعندك لاتبات باتيو كاينه بزاف دروك، دروك كاينه ما شاء الله، كاين مقارنة تلاقى بهم لاتبات باتيو سورتو تاع المروك مام تاع اسبانيول، تاع اسبانيول اللي كانوا يدخلوا هنايا وحكموا من الناس فيهم لاتبات باتيو. اللي جاني عندي واحد داني مكوبليه عنده لاتبات باتيو ما شاء الله، راح ربون يبقى داخل شون خردة على كل حال، ما نهضروش بزاف، ولكن ماهيش بالمعيار الثقيل كيما تاع بكري. تسمع هكا تبات باتي هكا حاجه خفيفه ما عندهاش خدمه تاعها كومبلي، باسكو فان دي تاع ود الرمان عندها خدمه الله يبارك تبدا من الاول حتى للتالي، راه در عليها بالك ود الانسان در عليها في اليوتيوب ما موراوه الله في الشروق ولا في النهار ولا من يعرف وين. حسن على كل حال در على تبات باتي صح فريمون، هذه الخدمه تاع تبات باتي تاع بكري تاع ود الرمان وتضروك على لا ناقصي فات بات باتي باسكو لارموني تاعهم ناقصه سورتو تاع اسبانيا والمروك قليل وين تسبقنين، قليل قليل غير وين تسبقنين شباب عنده ارموني شابه مثلا كما تاع الودانيه، راها كاين هذا الانسان توفيق النحلي الله اعلم عنده مصور مقارن في الطبيعه صح الله يبارك، عندهم ارموني شابه عجبتني فريمون عجبتني وعندهم خدمات الله يبارك صح تاع بكري. مي هذاك النوايو ما نظنش بلي يدخل هنا عندنا وما نظنش مام في المروك راه ناقص تاع الصح، ما نظنش بلي كاين حبات هكاك غير يكونوا في ليكاج ولا بلاك يكونوا في كاش حبات تكون في كاش سيكتير الدور وحدها ولا قيل وين تلاقى بها الله غالب. قرضوا المقارنة على جلسة تاعنا والحجزة تاعنا ولينا مرة طولوا، وهذه هي الحقيقة المؤلمة، لازم كل صياد يتحمل المسؤولية تاعه ويتقبل هذه الحقيقة، أنا واجب الناس تقبلها الله يغفرنا على كل حال. وفيما يخص لاتي واطي تبقى هي الأفضل وهي الأروع بالنسبة لكثير من المربين، وكلمة تيواطي سموها الجزائريين بتاع باب الواد لي كونيسير الولا كاع، أما اسبانيول سموها لاسورتي، واللي تغمقوا في الشون بزاف هما لي زالجيروا أكثر من أي بلاد، أكثر من التراكا، أكثر من اليهود، هذو اليهود آل مقرين هذو اللي كانوا في المروك ومن بعد جاو هنا، كاع أكثر منهم من لي فرونس. ما كاينش اللي يقولك شوف لي كونيسير كومبليه، ما كاينش اللي يقولك تعمقوا في الشون في الاسم بالفم على حسب النطق على حسب ما تسمعها تتنطق. لي زالجير واخا نتحدى اي واحد بالدليل القاطع خويا اللي يقول لك لي اسبانيول خير منا، هذه فوتها خويا لي اسبانيول واش سموا؟ سموا لي زاري دو لو سينيور، سموا لي باساج، سموا الخرجات، وكيفاش سموا استناد اللي بعض النوطه تاع موسيقى واخرين وواحد الطيور طيور واحده اخرى سموا عليها، ولكن التسميات العميقه تاع الصح الموافقه سمعا ونطقا للنوطه مثلا كيما الكاكاجي الطوروجي الدودو الطوطاو هادو سماهم سي تانا واحد سماهم كونيسار بكري، قولوا امي موح الدودو
عمي احمد داوود ولا عمي محمد داوود؟ المهم بزاف ناس، ماشي عمي احمد الله يرحمه اللي مات غير كيما تاع الحراش هذاك اللي كان بيت تجلت. لا لا ماشي هذاك، هذاك فالله يبارك على كل انسان ذوق. مي ماهوش اللي يسماه الشام بكري، بس كل اللي يسماه الشام بكري كبار عليه بزاف الله يبارك، وما شاء الله على كل هالانسان ذاك مات الله يرحمه، وانسان ما شاء الله بزاف ناس شاهدوه بالخير الله يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله الى اخره. ولهذا نستنتج بانه هذو اللي سموا الشون ناس عندهم سمع خارق للعاده وناس ذواقين تاع الصح، ما كانوا مقان الله يبارك شواك الكروات غير اللي يحط يضربك بلا صورتي يوضر لك اليوم تاعك، ماشي كيما ضربك يحط يضربك بالان ترجع لدارك وتجري. لا علينا، وهذوك المقانين تاع بكري سموهم لي وازو دي شونتر، ماشي كيما تضربك سموهم دي زابلور، يقول لك مقنين شونتر دي دو دي زابلور خويا بشوف صراحه باللي راه ما عندي روح بيه دي زابلور. لهذا يا اخواني الكرام اللي يبغي يتعلم من الشون كاين شروط لازم يتبعها، كاين شروط اساسيه لازم يتبعها. المهم الاساس الاول اللي صراحه رانا هاربين يعني بزاف هو الخلق، التربيه هذه هي الصح خويا. اللي يبغي يربي المقنين ويتعلم من الشون لازم يكون مربي وذواق ويحط راسه مليح. بون المعلم الاول في الشون هو المقنين خويا، هو المقنين هو المعلم الاول. ما مقادر تعلم في الروسينور، ماشي نقول لك غير المقنين، تقدر تعلم في الفيردورو، قادر تعلم في السوره، قادر تعلم في المقنين، تتعلم في الرجوش، ما على باليش تعلم في البكروازي في الجحموم، هذو كاع دي نوت خويا عندهم المقنين عندهم اسماوات ليه، خاصة المقنين اللي يكون كبير كورو ومفهوم عنده ارموني شابة بهاك واحد ما يعرفش كاع خويا يستوعب شو يسمع. ماشي تجيب لي انا واحد خردة تجيب لي مقنين انايا ما شافتها العام وتقول لي سمي لي فيه الشو، هكا ما تعلمش خويا، لي نوط يهربوا بزاف. اما فيما يخص المعلم الثاني ما نقولش شيخ ولا حاجة، انسان ذواق للشو يكون يعرف شوية، يكون يعرف يسمي شي لنوط، منقولش عليه شيخ ولا حاجه، ما يكون انسان ذواق يسمي لي نوت، متعلم على ناس بكري يعلم هذو الناس اللي مبغي يتعلم. والامر الثالث هو شغف التعلم، لازم الانسان اللي بغي يتعلم يكون فريمون ذواق تاع الصح، ولازم يكون في التلميذ هو الصح، يكون في ذا الانسان اللي راه باغي يتعلم، اللي يكون باغي يتعلم صح من قلبه يتعلم خويا، يعني يكون نوعا ما هو فاني ذوق، ما رقيتو معاش يسمي بصح يذوق. كاين ناس بكري الله يبارك كانوا حضروا المقنين ما يعرفوش يسموا بصح يذوقوا، وترموا لو يذوقوا بالعقل يولوا يسموا غير بالعقل، مش حاجه صعيبه سورتو كي يكون المورال طالع وتكون في بلاصه في الطبيعه وما مكش لي ديرونجيك ويكون الكارم ويكون المقنين يغني الله يبارك بالفصحى. باذن الله باذن الله انسان التلميذ هذا كيتعلم عادي، يتعلم عادي، واللي يبغى يتعلم خويا العام طويل، اللي يبغى يربح العام طويل بالعقل، ماشي في نهار واحد ولا في عام واحد ولا في شهر واحد يقول لك راني بيتعلم كاع الشو ومن بعد يسيبرو وما يفهم والو، يطيح مع مقين واحد اخر ما يتلفلو. لازم تسمع بزاف مقان وتسمع بزاف لي نوت وتفرق ما بيناتهم باه تولي تعرف الشو. على كل حال اي واحد موش فاهم ولا عنده مفهوم قديم في الشو واختلطت عليه الامور يبغي يطرح اي سؤال باذن الله في الشون، على كل حاله نهضر في ميدان الشون. امور الاخرين الله يسهل خويا، الناس قاعده تسيق، الناس قاعده تعرف لا كومبليمون، اي تعرف الدواء ما شاء الله هم كاين دواوات ربي يسهل. نهضر في ميدان الشون بزاف ناس يتخلط على بعضهم بعض، ورانا ما مانيش متفقين كاع، كل واحد راه يلغى بلغاه، وباذن الله نديروا حل لهذا الشيء، واذا قدرنا ربي ان شاء الله ربي سبحانه رانا نفهموا مع بعض ورانا نطرحوا لبعض مع بعض، وهكذا يكون الحوار ونوصل للنتيجة بإذن الله. والسلام عليكم.